للحديث أكثر عن الموازنة معنا عبر الهاتف الدكتور عبد الله البندر، مستشار غرفة تجارة بغداد. مساك الله بالخير دكتور. مساء الخير والسلام عليكم. عليكم السلام، جمعة مباركة عليك دكتور. بداية لو تحدثنا عن تأثير سعر صرف الدولار في الموازنة، الشعب العراقي اليوم يتأمل أن يعود سعر الصرف كما سبق، هل سنشهد ذلك أم أنه استقر على 145؟ تحية لك عزيزي وتحية إلى قناتكم المباركة. وحقيقة هذا الموضوع يشغل الكثير من الاقتصاديين، موضوع سعر صرف يعني سعر صرف الدينار العراقي، لكن هذا طبعا يدور في أروقة البرلمان. هذا الموضوع مجرد كلام يدور بين الناس حول عودة سعر الصرف أو عودة قيمة الدينار العراقي إلى مستوى السابق. الآن في الموازنة المقترح الأصلي هو أنه سعر برميل النفط اليوم عند 45 دولار، متوقع أن يكون إلى 46 في الموازنة، مقوم بسعر صرف مقداره 1460. زين، هم ليش الحقيقة هذا السعر اللي أقر من قبل الوزارة ومن قبل البنك المركزي وهو تخفيض لقيمة العملة، الآن هو سبب مشكلة بالنسبة للمجتمع، لأنه يجي بطريقة الصدمة بطريقة مباشرة يعني دون مقدمات. رأسا الناس اتفاجأت بهذا الانخفاض الكبير وبالتالي ارتفاع الأسعار بدون مبرر. طبعا هذا الحكومة تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الجانب، خاصة للطبقات اللي هي تقع دون مستوى خط الفقر، وبالتالي عليها إيجاد حلول وبدائل ومعالجات لرفع مستوى هؤلاء. عودة سعر الصرف من 1460 إلى مستوى السابق اللي هو 1200 أيضا حيعمل صدمة، يعني صدمة اقتصادية كبرى بالحقيقة، حيعمل إرباك بالنسبة للسوق. الآن يجب أن نعرف بالتصويت على الموازنة أي سعر ستستمد الحكومة بالنسبة إلى أسعار النفط اللي مقرة هي ب 45 دولار. وحقيقة الحكومة الآن تتوفر فائض ويعني فائض مالي بسبب ارتفاع أسعار النفط ووصولها إلى مستويات تقارب 70 دولار، يعني الآن يرتفع فوق 65، معناها العائدات اللي تحصلها الحكومة حقيقة كبيرة تغطي كل نفقاتها وكل النفقات اللي حتى أن العجز المتوقع اللي يبلغ حوالي 20 مليار دولار أنا أتوقع أنه ينخفض بسبب ارتفاع أسعار النفط. تمام دكتور، كخبير اقتصادي حضرتك ومستشار اقتصادي، يعني بعد ما انتعشت أسعار النفط مثل ما حضرتك ذكرت هسه قبل قليل، يعني ممكن انه بالموازنه تقر حسب ما ذكرت الان انه اختلاف الموازنه، لانه بالوقت الحاضر اختلاف على الموازنه يقسم الى قسمين، القسم الاول هو سياسي والقسم الثاني هو اختلاف بين بغداد واربيل. زين، شلون تقروا هذا الموضوع؟ نعم هو الحقيقه يعني موضوع الموازنه الان يعني اللي ذكرته حضرتك هو عين الصواب، هو في حقيقه خلافات سياسيه، ولكن المشكل الاساسي يعني السياسيون قد اتفقوا حسب ما اعلن وحسب ما اشيع في اروقه البرلمان، عدا المشكله اللي بين الحكومه الاتحاديه وبين اقليم كردستان حول موضوعه الحصه المقرره للاقليم وموضوعه النفط وعوائد المنافذ الحدوديه اللي حقيقه يستحوذ عليها الاقليم. المشكل الاساسي هو كم تحدد نسبه الاقليم في الموازنه، في موازنه 21. هذا هو الموضوع الجوهري اللي يصير عليه اختلاف. احنا ما نعرف انه هل حصل اتفاق بين المفاوضات اللي حصلت بين الوفد من الاقليم ووفد الاقليم ووفد الحكومه، هل توصلوا الى صيغه حقيقه يعني صيغه ترضي الطرفين وترضي الاطراف الاخرى. اليوم التاثير السياسي واضح بالنسبه الى الموازنه العامه للدوله، وانا استغرب غياب القانون في هذا الموضوع وغياب الدستور، يعني احنا المفروض نتعامل مع الموازنه دستوريا، نتعامل مع الموازنه على اساس قانوني وليس على اساس الاهواء وعلى اساس الرغبات، هذا يؤدي الى حصول اختلالات هيكليه حتى على مستوى الاقتصاد، والمتضرر الوحيد في هذا الجانب هو المواطن البسيط اللي يتوقع انه يستفيد. مو هاي المشكله، يعني احنا هاي المشكله، يعني اليوم احنا من نطرح هذا الموضوع دكتور، يعني تاثير الان لا ان ندع
تذهب الى انتاج تمام. عدد من الاستقطاعات. تمام، يعني احنا من دا نطرح هذا الموضوع دكتور، يعني صار اكثر من نشره اخبار، اني شخصيا حكيت بهذا الموضوع مع الضيوف، والان انت حضرتك بالجو يعني. لانه هو اولا واخيرا المواطن البسيط ذوي الدخل المحدود واللي ما عندهم دخل، دخلهم يومي، هي هاي المشكله. يعني الاقليم وبغداد هم ما متوافقين على بعض المواد، خلينا نقول الماده 11، بالتالي انه بعض النواب قالوا انه ستذهب الموازنه الى الاقرار، ولكن بالاغلبيه باستثناء الماده 11 لحين حل الخلافات بين بغداد واربيل. حضرتك شو تقول بهذا الموضوع؟ هو بالحقيقه انا اريد بس اوضح نقطه مهمه بيني، يعني حتى تكون على ثقه. حسب تقديري ان هناك يعني مشكلتين اساسيه، تدقيق التصويت على الموازنه. اهم 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 نقطه حقيقه هو اقرار قانون المحكمه الاتحاديه. هو لو تم الاتفاق على اقرار قانون المحكمه الاتحاديه، انا اؤكد لك بنسبه 80 الى 85% الموازنه ستقر يوم الاثنين، لو تم الاتفاق على قانون المحكمه الاتحاديه. الخلاف بين الاقليم وبين الحكومه انا اعتقد هو في طريقه الى الحل. يعني حقيقه احنا دستوريا نتعامل مع الاقليم، وبالتالي يعني ادرجت الموازنات السابقه على ايجاد حلول في اللحظات الاخيره، حلول حول موضوع النفط وموضوع المنافذ الحدوديه وغيره. بس بالنتيجه الاساسيه اللي انا اقولها الان، المتضرر الوحيد ومثل حضرتك الكريم هو المواطن. احنا مطلوب ان نعجل في اقرار الموازنه لكي نصحح مسار الاقتصاد العراقي، نصحح من الاختلال الهيكلي في الاقتصاد. احنا اليوم مقبلين على 70 دولار للبرميل، يعني 70 دولار للبرميل رقم كبير جدا لبلد ريفي مثل العراق يعتمد في موازنته على 65%. نحاول نقلل من الاجراءات اللي اتخذتها الحكومه اللي هو فرض ضرائب وفرض، يعني كثير من المسائل اللي احنا نحاول ان نزيد من الموازنه الاستثماريه لاستثمار مشاريع تؤدي بالنتيجه الى تحقيق تنميه من المواطن. هذا لازم يفكر به الساده اعضاء البرلمان واعضاء مجلس النواب في خدمه مصلحه المواطن ومصلحه الوطن، هي قبل كل خلافات وقبل كل خلاف سياسي او هو هذا دائما اللي نقوله بكل برامجنا، نقول يا رب يكون السياسيين مالتنا يخلون مصلحه الوطن ويخلون المواطن العراقي البسيط بين عيونهم، يخلون الله بين عيونهم ويقررون الموازنات لمصلحه الشعب اولا، وبالتالي هالناس البسطاء تعيش اقلها مر يلعب حياه كريمه، بس حياه طبيعيه هادئه سلام. دكتور عبد الله البندر، مستشار غرفه تجاره بغداد، شكرا جزيلا لحضرتك، واتمنى لك امسيه جمعه سعيده. فاصل.